في سؤاله الأخير يقول: إذا سهى المصلي في الصلوات الإبراهيمية هل تتم صلاته أم عليه أن يعيد الصلاة؟ الركن والواجب هو الصلاة على النبي بأن يقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه، هذا هو الواجب، وما زاد عليه فهو مستحب، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذه الزيادة مستحبة، ولكن الركن هو أن يقول اللهم صل على محمد بعد التشهد الأول، يعني بعد ما يأتي بصيغة التشهد الأول في التشهد الأخير. نعم.